بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة تناول الحليب يؤدي إلى الوفاة المبكرة، هذا ما وجدته إحدى الدراسات في جامعة أوسالا في السويد، وكذلك أظهرت دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ أن الدول الأكثر استخداماً أو استهلاكاً لمنتجات الألبان لديها نسبة أعلى من هشاشة العظام، فما صحة ذلك؟ عندما اطلعت على الدراستين وجدت أنها دراسات إحصائية، أي لا يؤخذ بها تماماً، هذه ناحية. والناحية الأخرى، نتائج الدراستين تحتاج إلى تفسير لندرك أسباب هذه النتائج. القاعدة الأساسية التي لا جدل فيها أن الله لم يخلق لنا طعام ليقتلنا به، ولكن نحن البشر قد نحول طعامنا إلى سموم ضارة أو قاتلة. فمثلا الخضروات نافعة وضرورية لكل إنسان، ولكننا قد نحولها إلى ضارة عندما نعاملها بالهرمونات والمبيدات. وكذلك الحليب، فالحليب مادة أساسية وضرورية لكل إنسان، ولكن الحليب قد يتحول إلى مادة ضارة عندما يكون ملوث بالعديد من مسببات وناقلات الأمراض والمبيدات الحشرية والعشبية، وكذلك بالهرمونات والمضادات الحيوية. ونحن نعلم أن كل ما يأكله الحيوان أو ما يأكله الحيوان يتكون منه الحليب، فإذا تغذى الحيوان على غذاء يتضمن الهرمونات أو بقايا مبيدات حشرية أو عشبية فإنها ستنتقل إلى الحليب، وكذلك تنتقل المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الحيوان إلى الحليب، وبذلك يتحول الحليب إلى مادة ضارة بصحة الإنسان. هذا هو سبب نتائج الدراسات السابقة، فالحليب اليوم معظمه ملوث بالهرمونات أو المضادات الحيوية أو المبيدات الحشرية والعشبية وغيرها. النقطة الأخرى وهي أن الدراسات التي أجريت على تناول الحليب أجريت على أشخاص أعمارهم أكثر من 40 عام وتصل حتى 70 عام، وهذه الفئات العمرية قد تعاني من السكري أو تستخدم مضادات حيوية أو أدوية كورتيزون أو أدوية أخرى تؤدي إلى هشاشة العظام، وهذه التفاصيل لم تتضمنها الدراسة. عموماً الدليل القاطع على أن الحليب مهم وضروري للإنسان هو كلام الله تعالى الذي يغني عن كل الدراسات، إذ يقول الله تعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. أيضا مما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: من سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإن ليس لشيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. النتيجة أن الحليب مادة غذائية ضرورية لبناء العظام ولصحة الجسم بشكل عام وخاصة الأطفال، وعلينا الاعتماد على الحليب المأخوذ من مصادر طبيعية وموثوقة، لأن الحليب حقا يصبح مادة غذائية ضارة إن احتوى على الهرمونات أو المضادات الحيوية وغيرها، مما يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان. دامت الصحة للجميع ودمتم بخير.